قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول المتقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم بزيارة تفقدية لقاعدة صباح الأحمد البحرية، أكد خلالها على أن رجال خفر السواحل يمثلون خط الدفاع الأول والعيون الساهرة في حفظ وتأمين الحدود البحرية للبلاد من أي محاولات تستهدف أمن وأمن الوطن. أنا يعني وجودي وياكم اليوم بالدرجة الأولى أني أشكركم على الوضع اللي أنتم فيه واللي قاعدين تقومون فيه. الإنجاز اللي قاعدين تسوونه كل هالفترة هذه اللي هي خلال شهرين من الشمال إلى الجنوب، كنت أشكرون حقيقة على جهودكم كلكم ضباط وأفراد خفر السواحل، طبعا ما في شك على راسكم مديركم العام والقياديين اللي في خفر السواحل، لانكم كلكم على قلب واحد، واذا صرتوا كلكم على قلب واحد وهمكم مصلحه بلدكم صدقوني ترى كل المعوقات اللي عندكم راح تكون سهله بالنسبه لكم.